أسترو ليلي. السرطان واخيرا رجعوا خذوا التوازن نتاعهم. لو كان تحافظوا على جانب التوازن وتحاولوا تقدموا ما تترددوش ما تتحطوش في موقف صغير يخليكم تضيعوا المجهود نتاع المده اللي فاتت الكل. دونك واصل وخلي عندك ثقه في ربي بيان سور قبل كل شيء والثقه في نفسك وتجنب الخوف والتهلويس والجزر والمد وكل الاحباط وكل الحاجات اللي انت تعملهم في نفسك من غير سبب. انت من الابراج اللي عندهم نجاحات خارقه العاده خاصه عمليا اذا كان فما نتائج نتاع الفترة اللي عدت. إن شاء الله تبدأ تشوف إن شاء الله من اليوم عندك أخبار مزيانة، عندك زادة سورخيز يسرحلو، عندك مساندة من لونتوراج نتاعك سواء البارتنير وإلا كوليك وإلا العائلة. دونك ماكش باش تحس روحك وحدك يا سرطان، قدم وانطلق من غير خوف ومن غير تردد. أنثى السرطان شوف الأمور معناها بوضوح أكثر وأعطي لروحك فرصة، ما تتسرعش وما تتراجعش، إياك والتسرع وإياك والتراجع، خذ الأمور واحدة واحدة. ما تنساش اللي انت في مرحلة عبور خارقة للعادة.